نروح لأبرز الجوائح الصحية والتي تواجدت. بس دي مش لسه مش ما نقدرش نسميها جائحة. لا هنسميها جائحة لسبب. ليه؟ وده نقطة مهمة جدا ناخد بالنا منها. ليه؟ إننا بنتكلم عن مرض ظهر سنة 1957. جدري القرود ما هوش وباء حديث. اه. اول تسجيل للوباء نفسه كان سنة 1957. وسمي بجدر القرود لانه اصلا ظهر في احد المعامل البحثية التي كانت تعتمد على القرود في عملية قياس الامصال واللقاحات. وبالتالي من هنا حيوانات اختبار يعني كان بالظبط. وبالتالي هو موجود عنده، عشان كده حتى الاسم مش منسوب الى الكونغو اللي ظهر فيها، بمنطق ان الافارقه شايفين ان او ان احنا لما بنيجي نتكلم على افريقيا فيبقى القرود هنا. لا، القرود كانت في احد المعامل الصحيه ومن هنا خد الاسم. مفهوم. ربما هو ما كانش. طب انا هسأل سؤال مش عارف طبي عندك اجابه له ولا لا، هو جدري القرود غير الجدري؟ بالظبط، ده احد اشكال الجدري. احد اشكال الجدري هو، واحنا نجيله الجدري كمان شوية، هو احد الجوائح الصحية المتطورة، زيه زي الطاعون وزيه زي الانفلونزا. تمام. بيختفي جيل او يخفض جيل لظهور جيل اخر. تمام. جدري القرود مصر ظهر فيها جدري القرود سنة 2022. يعني احنا من سنتين سجلنا حالة من حالات الجيل الحالي من جدري القرود، لكنه لم يكن في صورة وبائية زي الصورة اللي بدينا نتخوف منها خلال الفترة الأخيرة، اللي هو ظهر بشكل رئيسي فيها في الكونغو، انتشاره في الفترة الحالية متركز في افريقيا، لكن في تخوف كبير. لا، نرجع للجدري مرة تانية، وهنا موجود عندي في افريقيا بشكل رئيسي. وفي نفس الوقت الصحة المصرية زي حضرتك ما أشرت يعني استبقت بنشر دليل إرشادي صحي لكيفية التعامل معاه وكيفية السيطرة عليه علشان ما يتحولش لجائحة بالنسبة للحالة المصرية. وبدأت كل مطارات العالم في حالة استنفار صحي حاليا لضمان عدم تسربه إلى الدول، خصوصا أن الحالة اللي بنقول فيها أنه ظهر في مصر كانت نتيجة معايشة لصيقة بين المواطن المصري اللي أصيب به وأحد الأجانب الذين اتوا للزيارة في مصر في هذا التوقيت. وبالتالي ده بيروح بينا لفكرة الكوارث الابرز خلال القرن الماضي او في تاريخ الانسانية. طبعا الموت الاسود ده كان شكل اشكال الطاعون، بنتكلم على 200 مليون شخص سقطوا ضحايا خلال 3 سنوات لهذا الطاعون. بيليه ده كان امتى ده الطاعون ده فن؟ ما احنا هنتكلم عنه بالتفصيل كمان شوية. يعني هنجيله هو تفصيلا لانه في ارقام مرعبة واحنا بنتكلم عليه. يا ساتر. عندي الجدري اسقط 56 مليون ودي انا بتكلم هنا عن طور واحد فقط للفيروس. مفهوم. الانفلونزا الاسبانية يعني بيقال انها سنويا عدد ضحاياها اكبر من عدد حروب البشرية في اي عام من الاعوام. ده بالنسبة لها لوحدها.